رحت عملت اختبارات في مدرسه موهوبين القاهره اللي هي جنب الاستاد على طول. وانا بعمل الاختبارات انا في الاول كنت حاسس ان الناس اللي في القاهره دي سابقانا بكتير. ايوه لان انت في اسوان ما حدش بيجي لك اهل الحضر. ايوه ففي اسوان ما حدش بيجي لك يعني ما عندناش اللي هو الواحد يبقى طالع من اسوان دي وشايف ان انا ممكن ابقى لعيب جامد كويس ونجم جامد وبتاع. فانت متخيل ان هم بتوع القاهره دول سابقينك في الكوره. احنا عندنا مشاكل اسوان فيها قد شيكابالا 100 مره بس ما حدش بيروح يبص عليهم والله العظيم. فانا من يعني هقول لك حاجه، انا دلوقتي بعمل اكاديميه شيكابالا. بص لسه طرف لساني هو لسه اقول لك، طب ما تعمل حاجه لاهل بلدك. بعملها عشان خاطر الناس دي. برافو عليك. يعني هبدا هعملها هنا خلاص ان شاء الله قريب ان شاء الله، وبعد كده هروح اعملها في اسوان لان الناس دي تستاهل مني. برافو عليك. اللي هي لازم تبقى كده، وان شاء الله يبقى فيهم مليون شيكابالا واحسن من شيكابالا 100 مره يعني. فالطلعه زي ما بقول لك صعبه. كنت بركب القطر ده. مين كان بيمايل عليك او بيساعدك او انت بتمايل عليه عشان يبقى الكلام مظبوط يعني؟ كنت انا معيش، مش عارف اروح التمرين، مش عارف ارجع من التمرين، مش عارف اعمل يعني. ما هي بص دايما في الطلعات في ناس، انا مثلا في طلعاتي في ناس ما بنساهاش يعني، لان انا ببقى عارف كويس هو جالي وانا ولا حاجه، وقف جنبي وانا ولا حاجه، فانا عمري ما هنساه لما ابقى حاجه. دي حقيقه. الناس دي اكتر ناس بتاثر فيك انسانيا، الناس دي اكتر ناس انت بتشوفهم يعني لو طلبت عيني هديها لك. بس ودي حقيقه. مين؟ في حد كده عندك؟ طبعا. مين؟ كتير. يلا قول لي. زي ما اقول لك الطلعه صعبه. ماشي. لما رحت لنادي الزمالك رحت اختبارات الاول لمدرسه موهوبين. مدرسه موهوبين انا مش مصدق ان انا ممكن ابقى موهوب يعني. فعملت الاختبارات لقيت نفسي لا انا ينفع. يعني يجي مني كويس. يجي مني. فنجحت في مدرسه موهوبين. بعد كده انا قلت الكلام ده قبل كده، اللي انا كنت بايت عند واحد صاحبي واحلى بياته في العالم والله، اللي هو وداني تاني يوم اتمرن في نادي الزمالك. احلى بياته، احلى بياته في حياتي حصل. فاليوم ده بالنسبه لي اسعد ايام حياتي، انا فاكره لحد دلوقتي كانه بيعدي قدامي يعني. عشان هتروح الزمالك تاني يوم؟ عشان هروح تاني يوم زمالك. عشان خاطر ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. يعني دي الحاجه الوحيده اللي كان نفسي ابويا يشوفني وانا بلعب. بس دي ما حصلتش. ما شافكش؟ ما شافنيش وانا بلعب في نادي الزمالك، وكانت دي امنيه حياتي يعني. انا كنت رايح للزمالك عشان خاطر الراجل ده، عايزه يشوفني وانا بلعب. سبحان الله. فالحمد لله حققت له حاجه. توفى وانت عندك قد ايه يا شيخ؟ 10 سنين. ما لحقتش تشبع بيه يعني. 2000. 2000. ف بتفتكره بيجي لك؟ طبعا بيجي لك. هو على طول معايا، لان انت انا رحت الحته دي عشانه هو. يا حبيبي. فكل حاجه انا بعملها بترجع للراجل ده عشان هو اللي حببني في الزمالك. وبعده طبعا لما خلانا نتفرج كابتن احمد الكاس. طب كاسه كان مختلف طبعا، فخلاني خلاص انا نفسي العب هنا. كنت بحب ستايله قوي، مختلف، كان عنده ستايل يعني كابتن كاس. أيوه هو يعني أيوه مختلف. ايوه صح. وينزل اخر واحد لا والحبه السمراء كمان. أيوه زودت. ايوه ايوه ايوه. فخلاص انا عايز اروح هناك والبس 10 عشان خاطر الراجل ده برضه. صحيح. فعملت الاختبارات فلعبت انا بلعب عادي. ايه ده؟ ايه الولد اللي من اسوان ده؟ تخيل ابراهيم مين الوحيد اللي عرفني؟ انا لعبت قبل كده وانا صغير قوي في صاله نادي اسوان قدام المحافظ وماتش في الصاله المغطاه. ماشي. مين اللي عرفني؟ نادي الزمالك. مين؟ كابتن علي شرف الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، هو اللي عرفك؟ لا، شاور علي قال لي تعالى. قال لي انت لعبت يوم كذا 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 في صاله اسوان كذا؟ قلت له ايوه. تعالى لي بقى. تعالى بقى. تعالى لي. أول مرة ألبس تيشيرت الزمالك وألعب كان في اعتزال كابتن أيمن منصور. ابن أيمن منصور. استاد القاهرة. كنت لسه ما مضيتش والناس خايفين أروح ألعب. أيوه. عشان ممكن تروح حتة تانية. أيوه. قلت لهم أنا مش هروح حتة، أنا هنا. أنا هنا خلاص، أنا مكاني. أنا خلاص هنا. عملت اللي أنا عايزه، أنا عايز أوصل هنا. للدرجة دي كان بالنسبة لك حلم؟ حلم، عشان خاطر أنا قلت لك أبويا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. فخلاص أنا مش رايح حتة، أنا قاعد. آدم ونوح هيروحوا فين؟ الزمالك. ما فيش كلام خلاص. يعني انت لو شفت ادم دلوقتي هو خلاص ادم رايح خلاص. ادم انت ما بيفرقكش ده؟ لا خالص.